طبيبة أمريكية قامت بتوليد امرأة مسلمة، ولكن حدثت مفاجأة. جاءت إحدى النساء المسلمات إلى إحدى المستشفيات الأمريكية لتلد مولوداً، وحينما اقترب موعد الولادة قامت المرأة المسلمة إلى غرفة العمليات وجاءت إليها الطبيبة الأمريكية. وعندما حان موعد العملية قالت لها الطبيبة أنها مجهدة جداً وأنه يجب أن ينوب عنها طبيب، ولكن المرأة المسلمة رفضته وقالت لها: لا أريد رجلاً أن يتطلع إلى عورتي، أنا أعلم أن الطبيب يمكن أن يولدني، لكن ديننا الإسلام يعلمني العفة وأفضل أن تقومي أنت بهذا. فغضبت الطبيبة كثيراً، وعندما عادت إليها في اليوم الموالي لتطمئن عليها قالت لها الطبيبة: يجب ألا تمارس العلاقة مع زوجك لمدة 40 يوم. فقالت لها المرأة المسلمة: أعرف ذلك، فإن الإسلام حرم الجماع في فترة النفاس. فاستغربت الطبيبة أكثر، وعند الولادة قالت الطبيبة: عليك وضع الطفل على جهتك اليمنى لتنتظم ضربات القلب لديه. فقالت المرأة المسلمة: أعلم ذلك، فهذا من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، علمنا أن نضع المولود على جانبه الأيمن. فاستغربت الطبيبة أكثر وأكثر، ثم قالت لها أن هذه الأمور أخذنا سنوات عديدة حتى نتعلمها، وأنت تعلمين هذه الأشياء من دينكم، فهذا أمر مثير للإعجاب ومذهل. وبعد وقت ذهبت الطبيبة الأمريكية إلى إحدى المراكز الدينية في أمريكا حتى تتعلم أكثر وتفهم أكثر. وبعد فترة قليلة من الزمن دخلت الطبيبة الإسلام.